عندما أسرت قريش الصحابي الجليل خبيب بن عدي رضي الله عنه، خرجوا به ليقتلوه ودعوا الناس لتشهد مصرعه، فقد كان الفتى سعيد بن عامر الجمحي واحدا من الآلاف المؤلفة الذين خرجوا ليشهدوا هذا المشهد، مصرع خبيب بن عدي. ولما صارت هذه الجموع الحاشدة بأسيرها إلى المكان المعد لقتله، وقف سعيد بن عامر بقامته الممدودة يطل على خبيب وهو يجر إلى خشبة الصلب، ولما سمع صوته الثابت الهادئ من خلال صياح النسوة والصبيان وهو يقول: إن شئتم أن تتركوني أركع ركعتين قبل مصرعي فافعلوا، ثم نظر إليه وهو يستقبل الكعبة ويصلي ركعتين لله، يا لحسنهما ويا لتمامهما، ثم رآه يقبل على زعماء القوم وهو يقول: والله لولا أن تظنوا أني أطلت الصلاة جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاة. فأخذوه وصلبوه على الخشبة وبدأوا يمثلون بخبيب حيا، فيقطعون من جسده قطعة تلو القطعة وهم يقولون: أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت ناج؟ والله ما أحب أن أكون آمنا وادعا بين أهلي وولدي وأن محمدا يشاك بشوكة. ثم أبصر سعيد بن عامر خبيبا يرفع بصره إلى السماء من فوق الخشبة وهو يقول: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ثم لفظ أنفاسه الأخيرة وبه ما لم يستطع إحصاؤه من ضربات السيوف وطعنات الرماح، وعادت قريش إلى مكة ونسيت خبيبا ومصرعه. لكن سعيد بن عامر لم يغب خبيبا عن خاطره ولو لحظة، كان يراه في حلمه إذا نام ويراه بخياله وهو مستيقظ أمام الخشبة ويسمع رنين صوته في أذنيه وهو يدعو على قريش، فيخشى أن تصعقه صاعقة أو تخر عليه صخرة من السماء. ثم أن خبيبا علم سعيدا ما لم يكن يعلم من قبل، علمه أن الحياة الحقة عقيدة وجهاد في سبيل الله حتى الموت، وعلمه أيضا أن الإيمان الراسخ يفعل الأعاجيز ويصنع المعجزات، وعلمه أمرا آخر وهو أن الرجل الذي يحبه أصحابه كل هذا الحب إنما هو نبي مؤيد من السماء. عند ذلك شرح الله صدر سعيد بن عامر إلى الإسلام، فقام في ملأ من الناس وأعلن براءته من آثام قريش وأوزارها وخلعه لأصنامها وأوثانها ودخوله في دين الله تعالى. هاجر سعيد بن عامر إلى المدينة المنورة ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد معه خيبر وما بعدها من الغزوات. ولما انتقل النبي الكريم إلى جوار ربه وهو راض عنه، ظل من بعده سيفا مسلولا في أيدي خليفتيه أبي بكر وعمر، وعاش مثلا فريدا فذا للمؤمن الذي اشترى الحياة الآخرة بالحياة الدنيا وآثر مرضات الله على سائر رغبات النفس وشهوات الجسد. عند ذلك دعا عمر بن الخطاب سعيدا إلى مؤازرته وقال: يا سعيد، إنا مولوك على أهل حمص. فقال: يا عمر، ناشدتك الله ألا تفتنني. فغضب عمر وقال: ويحكم، وضعتم هذا الأمر في عنقي ثم تخليتم عني، والله لا أدعك. ثم ولاه على حمص وقال: ألا نفرض لك رزقا؟ فقال: وما أفعل به يا أمير المؤمنين؟
فإن عطائي من بيت المال يزيد عن حاجتي. ثم مضى إلى حمص وما هو إلا قليل، حتى وفد على أمير المؤمنين رضي الله عنه بعض ممن يثق بهم من أهل حمص، فقال لهم: اكتبوا لي أسماء فقرائكم حتى أسد حاجتهم. فرفعوا كتابا فإذا فيه فلان وفلان وسعيد بن عامر، فقال: ومن سعيد بن عامر؟ فقالوا: أميرنا. فقال: أميركم فقير؟ قالوا: نعم، فوالله إنه لتمر عليه الأيام الطوال ولا يوقد في بيته نار. فبكى عمر بن الخطاب حتى ابتلت لحيته، ثم أخذ 1000 دينار ثم جعلها في صره وقال: اقرأوا عليه السلام مني وقولوا له: بعث إليك أمير المؤمنين بهذا المال لتستعين به على قضاء حاجتك. فجعل يبعدها عنه وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، كأنما نزلت به نازلة. فهبت زوجته مدعورة وقالت: ما شأنك يا سعيد؟ أمات أمير المؤمنين؟ قال: بل أعظم من ذلك. قالت: أصيب المسلمون في وقعة؟ فقال: بل أعظم من ذلك. قالت: وما أعظم من ذلك؟ فقال: دخلت علي الدنيا لتفسد آخرتي، وحلت الفتنة في بيتي. قالت: تخلص منها وهي لا تدري من أمر الدنيا شيئا. فقال: أتساعديني على ذلك؟ قالت: نعم. فأخذت الدنانير فجعلها في صرر، ثم وزعها على فقراء المسلمين. لم يمضي على ذلك وقتا طويلا حتى أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ديار الشام يتفقد أحوالها، فلما نزل بحمص لقيه أهلها للسلام عليه، فقال: كيف وجدتم أميركم؟ فشكوه إليه وذكروا 4 من أفعاله، كل واحد منها أعظم من الآخر. قلت: وما تشكون منه أيضا؟ قالوا: إنه لا يخرج إلينا يوما في الشهر. قلت: وما هذا يا سعيد؟ فقال: ليس لي خادم يا أمير المؤمنين، وليس عندي ثياب غير الذي أنا فيه، فأنا أغسلها في الشهر مرة وأنتظرها حتى تجف، ثم أخرج إليهم في آخر النهار. ثم قلت: وما تشكون منه أيضا؟ قالوا: تصيبه من حين إلى آخر غشية، فيغيب عمن في مجلسه. فقلت: وما هذا يا سعيد؟ فقال: شهدت مصرع خبيب بن عدي وأنا مشرك، ورأيت قريشا تقطع جسده وهي تقول: أتحب أن يكون محمد مكانك؟ فيقول: والله ما أحب أن أكون آمنا في أهلي وولدي وأن محمدا تشوكه شوكة، وإني والله ما ذكرت ذلك اليوم، وكيف أني تركته ولم أنصره إلا ظننت أن الله لن يغفر لي، وأصابتني تلك الغشية. ذاك هو سعيد بن عامر رضي الله عنه وأرضاه.